انطلق يا إليسا. الأغنية الأولى. فكر معي. قلبي حب، حالة حب، حالة حب، حبي كل حياتي. قلب قلب يبكي، وجع وجعني قلب. خفيك توقف حبك وجع، حبك وجع، حبك وجع، حبك وجع. برافو. هلا واحد. الثانية ريسا. خالد. أنا خالد قال خلص. خلينا. أنا آسف خالد، بس فريقك واحد يعني. الأغنية الثانية تفضل. يا ترى هتعرفوها ولا ما تعرفوها؟ أجمل إحساس في الكون. مرتاح، حياة، حالة حب، عايشة حالة حب، أسعد وحدة. ليسلي إجابة صح. برافو ليسلي. فريقكم اثنين، خليل والشباب صفر. صفر. الأغنية اللي بعدها. ما شاء الله. ما شاء الله علينا صراحة. نبدأ الأغنية الثالثة. انطلق يا إليسا. بتغيب. أنا ما بدي. بتغيب بتروح. بتغيب بتروح. أنا حالي. وش أنا؟ عيني. شوف يلا الوقت نظرة. الوقت عكس اللي شايفينها. عكس اللي خالد. برافو. برافو خالد. برافو. عكس اللي شايفينها. لانه ده خالد. هذه كيف حتسويها يا إليسا؟ هذه صعبه. شو هي هذه؟ صعبه. مركز معنا يا خالد. هذه صعبه يا إليسا. هذا حافظ ذا شيء. اوكي. انه فيها فاهمه. ممكن اقول لك اني البوم في اديس هنر وايز. حتجيبيها كذا. يلا يا مريت. يا مريت. يا مريت. برافو. شلنا علينا العين. اذا كم النتيجه الحين؟ ذكروني. 3-1. هدف الشرف. هدف الشرف على الاقل. شلنا العين. شلنا العين. يلا. ما تحكم. حبي كل حياتي. برافو. هذا الفريق يتقدم من الخلف، والأغنية القادمة ممكن تكون هي الفاصل، إما التعادل وإما فوزهم. جاهزين؟ يلا ركز. أنت وينك؟ أنت وين؟ نبدأ. أسرع فريق يعرف الإجابة حيفوز بالمنافسة. ارجعي لي خطوتين بليز إليسا لورا عشان الضوء. انطلقي إليسا. سهلة. اف ملف. بدي اروح. بدي اروح. برافو إليسا. شكرا إليسا. كيف دبتي بس؟ شكرا لك إليسا. لا انا هذا الشرشف بعدين هاي اول بدي ذوب. واضحة. تفضلي إليسا. السريع بس قلت اكيد مش كده. اكيد مش دي الاجابه.